140 ساعة ويعطيني أنا غير 120 أنا. وقال لي إن أنا تقديتش غادي يجنع عنك الخنجة. وأخويا إن يجنع لي الخنجة السي الخنيفة ها غادي يديروني أنا النزابي. وين داروني النزابي؟ أش ندير أنا أش ندير؟ ودار لك إن شاء الله وتحمد الله وشكرو نقصوك على السوايع. والناس راقصوا من خدام يراب زناقي داعين كيدور الله يهديك. واه الناس كيدوروا وانا اش ندير؟ دير ما داروا الناس كاملين. قولي اش ندير؟ ياك الناس مكونه وضاربه الطب؟ ضاربه الطب. وهنينا اخويا وضرب الطب حتى اخويا. وقولي اش ندير؟ ولا علاش ندير؟ ابراهيم عندك شي وليدات؟ عندي شي شويه. وخدم على وليدتك وهنينا الله يهديك. هاد الوقت هادي راه عالي تلفس كالله بي. ايوا قولي اش ندير؟ ولا علاش ندير؟ انت باقي ما عرفتش غدير؟ قولي انا كان ما يدان قولي اش ندير؟ راه انا قلت لك اش ندير؟ اش ندير؟ سير تخدم الله يهديك. واخا ايوا اش ندير؟ ويلي ما عرفتش غدير؟ طلع اخويا دير على اللي بغيتي وملي غادي يجي خليفه غندوي معاه ان شاء الله وغادي تزيد تكتي سويعه في عرش الله يهديك السي ابراهيم. علاش تخدم اخويا هنا؟ كاين سويعاتنا خينا خينا اش ندير؟ ويلي علاش دير؟ تدوز تخدم الله يهديك. اودي السي ما تقول لي اش ندير؟ انت اش من الرئيس؟ انت هذا الرئيس اللي باقي تريس فيه كاع النهار راه فايتك عاد كناطشة ديال السندين. ترى عندك كناطشة ديال السندين وانا ما عندي حتى سندينة. اش ندير؟ دوز تخدم الا ما عندكش سندينة. دوز تخدم الله يهديك. دوز تخدم الله يهديك. وما هذا شافوني مطفر ولا؟ سندين تزيد تخدم الله يهديك. واش ندير؟ وزيد الله يهديك. واطلق وامشي يا الناس المؤمنة واطلق وامشي. انا سعيد وانت شكون؟ برقص كنت سعيد عندك اشنو؟ دو دايز ودايز صافي دايز. العدسات العدسات ديالي بلا بيهم ما كنشوف والو. العدسات شكرا صافي. ماشي عقرب عقرب ماشي عقرب والله لا والله ما عقرب. ملي ماشي عقرب اشنو هاد؟ هادو يدي عم تخاف والد الايدي. هادو يدي ايدي امان ومرجلية. وهادي اشنا هي؟ سنة. انت هادو كيديك انت كيديك هيا عرس كتب سخد والدي. الاخ ياك ما عفت عليك ورياح حيت انا جيت كنجري خفت لما كي بان لي عليك الامان. بان الاخ صافي سكت سكتنا صاحبي سكتنا راه غنتورقنا. راه انا اللي مرق انا اللي كنتشاف. اما انت ما شفت كاع ما عرفتك واش من الانس ولا من الجن. قول لي الاخ شحال نقول لك ريح. انت غادي ولا بغيتي نمشي؟ برك اسكت ولا دير واحد القضيه كاع. اشتاي ريح ريح. ها هو هنا يلا ها هو اش غدير؟ نعم اتركهم في ذاك القنت ولا نعس انت كاع حتى يجيو غنفيقك. يجيو شكون هادو اللي غادي يجيو؟ امورك على صعب غد على كاين شي وحدين اخرين ما كيتشافوش حتى هما غادي يجيو ولا مالك عاد وحدك غادي
عمر عمر الدراق الفلوكه اللي تقلعات من هنا. قول لي يا الاخ اللي ما كيتشافش دابا انت عندك تجربه في هذا الشيء؟ ولك انا ما عندي صار. علاش؟ علاش؟ انا ما سمعتش هذاك الحرام الباطو ديال الطريان مالو؟ هو نورمالمون نعم في الجريده إيه؟ كاتبين لو ديزنا ايوا هو غفلني. المهم انا قريتها في الجريده وزدت البارتاج ديالي قلت معايا ايوا علاش؟ وخرج لو كاز بس عرف الزهر عند خوت مزيان. قولي يا الاخ كاينين شي بطوات كيكتبوا على هادشي ديال الشقوفه ديال سميتو سكتله ديال المشاغل ديال البطوات. وايا كاين اللي تكتبوا حتى على قوارب الموت. دابا انت الاخ عندك تجربه في هادشي. وقلنا لك ما عندي زهر انا حيت انا راه اول مره عندي هادي اول خرجه ليا. انا ما تكون سيادتكم. لا ما نويتش هادشي اللي على بالك. انا قصد حاجه اخرى. ما عندك ما غتقصد نتا كاع واخا. انت ما عندك ما تقصد ما تقصد حتى لا يرحم سكوت واخا واخا سي واخا انت عيادك تلخوش. انا راني عالم راني عارف نادم تاكل راسك ما يتزبط. ناري على بنادم تبني مني الخلاط بس حيت انا ما كنشوف شيء بغيت يدير فيا ما بغيت يدير ودابا ريح ما درت لك ما دير فيها. شوف دابا عطت ريح وسكت سكتني. انا باغي نحرق. انا غير نقول لك ما تقولش ليا. انا باغي نفسر لك ما تفسرش ليا كاع بالنقص. ما تفسرش بالنقص ما تقولهاش. دابا نطلع على عباد الله قرشون مشي عليك كاع. حرام عليك حرام عليك بعدا تقجي واحد ما كيشوفكش. دابا ريح وسكت. شوف انا غير شوف انا راه ماشي ذنبي هذا. انا كنت جالس انا اول مره قلت اش ندير اش ما ندير. انا حتى انا نغامر قلت لها على وعسى كلشي الناس كيغامروا غامرت انا. ما عمرني كنت ناوي غادي الرياح واخا واخا الرياح عمرني ما شفت الرياح. نعم يا عباد الله نوري يا عباد الله جيبوا لي شي واحد غليظ بعدا. وقيل الاخوان شوف غاتريح غاتريح وتسكت. واش تفاهمنا ولا لا؟ الله يا ربي هو ريح مزيان تفاهموا. راه انت تفاهم معايا وانا نتفاهم معاك. عمرني انا ما عرفت واش العفاريت تا هما كيحرقوا. شوف اسمع يا اخي لو فهم العالم معنى التفاهم لما عشنا. اسمع هذه وديرها في ودنيك. لما عشنا في هذه الحياة المزرية يا اخي. لانه يا اخي خاصك تفهم وخاصك تعرف. جودزيلا يا مرحبا يا مرحبا. بونسوار لي زانيمو. اش كاين شنو عندك تحب
ابني بوجادي ولا تقول هذا خينا مفرسه على البودالي. ها نعم أرانا مسلح باش بالغيوان. بغيت نسولك سكت علينا سكت او ديرها كيفك. واحد خينا هنا كيف دير جبتنا ما شفتيش ها هو غادي يكون غير هنا ولا هنا. شوف تما بالك تما شكون هذا ما شفتوش اجي راه ما كيتشافش. شوف شو كيدير معاه اش كدير شميتو. بغيت نسولك قول اش بغيتي حارقة معانا كرداسة. انت شميتيه كرداسة قول لي نعم. بغيت نسولك قول واش البابور هو اللي يدي طورينو طورينو. بغيت نمشي لطورينو. لا بغيت نلحق على ولد خالتي عبد الصمد. مالو ولد خالتك عبد الصمد مشاو ركعدو عند خيناتهم. ايوا ودوروا الحركة. شحال درك تما دبرك شويه. انا جاني الحسد من جيت مسكين بغيتو ما يطفروه. مساعد واحد دري عندنا ولد كبار. نعم يقولوا لي ماشي ايه دبرك شي 7 شهور في الدارية. ايوا تبارك الله وجاب معاه 4 ديال المواكب. تبارك الله غير 7 شهور برك. ايه ماشي وجاب 4 ديال المواكب. 4 ديال المواكب تا وعاش هاد المواكب ديال الحسان ياسر. ودابا تلاقيتو عليا جوج شتي وعبد الله ما تسكتوش من التبوهي. ها هو صافي شتي طاح النار تادو غادي ندوز طاح النار طاح وطاح مسخت الوالدين ديال غير توالقو دازتو داز يا شيلي. الله يدوز هاد النار على خير يا قتال. قلت لك راه غير كدير صداع كيفيق هو كيجي بدو. المهم انا غادي ندوي معاه لانه هادشي اللي كيعمل سيبوك وتروح. شوف ندوي معاه انا غادي نسلم خلعو واخا قول لي شوف معلو قول لي ما عدو سيدو عدو سيدة. وين اسمع هادي انا اسمع حيد عليا حيد عليا حيد عليا ماشي انا ندوي وانت ندوي انا ندوي انت تسكت. ها ملي ندوي انا سكت يا صاحبي قاعدو نسكتو ما جيت ندوي داخل شفتيني من هنا سكت سيلونس صافي سيبيني. ها وانت انا فين دويت معاك وانت انا فين دويت معاك راني ماشي معاك انت راني داوي عليه هو. اشنو على عينيه قال تداوي معاه هو كنسمع عليه قال دابا انت كدير النظري ليه والتطبيق هنا. النظري اش من تطبيق الراجل انا غادي نعجبك فيه نخاف منه انا. يلا نشوف هاني غادي تشوف يا زيد نشوف هاني غادي تشوف. يلا اسمع هذاك المشعوم. هي اسمع اسمع اسمعني سيدي خويا حبيبي ما نعلاش حبيبي اللهم انت علي حبيبي غير فين كنت بعدا. شوف تفاهم معايا وتفاهم معاك الله الواحد هو اللي تفهم مع العقرب. هادي عقرب كاين بس لا العقرب عقرب اسمع كون عقرب ولا كون حنش تفهم معنا ماشي. شوف يا قال لي عليك الامان وانا تفهم معك واش كتسمعني ولا ما كتسمعنيش. وين نعم انا سمعتك راه حنا كلنا ولا 9 شهور واخا انا سماعي الخميس الجاي ان شاء الله نكبر ان شاء
الخميس الجاي راني ماشي مع ستة داود. نصيدو الحوت البونيه الكابينه البلاجو بريكوسكوت الصنطه. اتخ مني الى غيزون هالتي الى غيزون غادي نمشيو نصيدو راه هو هذاك الشيء اللي قال بزاف عليكم الصيدا انتوما فرياطه وغادين مفرطين. اوبجيكسيون كان كانت عناسي كان احتج كيفاش الاخ بزاف علينا الصيدة ايه عدو الصح علاش للصيدة بزاف علينا ياك راس النارة وسبيبة ودودة ورا معك يا أخي اللي مهم عندي أنا هو كيفاش بزاف علينا الصيدة أبلاتي أسير قرايا أبلاتي نعم اسمح لي وي قولي باشتين وي باشتين قول لي كيفاش ورقتينا غادي حارقين شكون اللي برقد لك ابا جدي ماشي هذا هو الموضوع وقول لي راه متخلف انت انت الموضوع ديالنا هو هذا الاخ قال لنا حنا بزاف علينا الصيدة كيفاش حنا اللي بزاف علينا الصيدة هذا خينا مصيفطوا لي القرض في لحن لهذا الكلام هذا الاخ قال لك بزاف علينا الصيدة وكيفاش يا اخي فسر لينا وبغينا نعرفوا كيفاش بزاف علينا الصيدة اشكون اللي بغيتو نجاوب فيكم الاول اعتقد
بلا انا هيت واف ابوك ابريزو ربو وين و 30 عام وحنا ربو بغينا نخدمو بزاف عليكم الصيداء الصيداء كاتين عليها مواليها اللي كيجيو من بلادات اخرى ويستغلوا الخيرات ديال بلادنا وفي بلادنا والخطير في ذلك يا إخواني أنهم كيصيدوا بالطرق اللي بغوهما أسر خطير نعم سيدي نعم أنا لكم خطير ولا ما خطيرش أنا بغيت نعرف هو كيفاش باشتي عرفنا حارقين إلى صفر شو اللي بغي نعرف بغيتوا تعرفوا كيفاش عرفتكم باللي حارقين قول لنا باش لأنه هو حتى أنا غادي معاكم فهاد لا كران ديفاسيون اش بغيتي اش كاين اش كاين كدير انت اش بغيتي بغيت نسوق لك سولني تتت لحنيه 5 كيلو بغيت قول اش قال هاد الخنشه ديال الكرمون قال لك خدي معنا فهاد لا كروند ايفازيون تبارك الله تبارك وياش غادي معانا في هذه الهربة الخطيرة حتى هو حارق معانا غادي معانا اش بغيتي بيه راه يضرك حتى واحد الراجل كبير ما كبير على الله برك في بلادك انتخابات جاية دور وزور ودور هزا غزا يعني عندهم الحق بجدي سولني انا انا اللي عارف القانون ديال الحراقه في القانون ديال الحراقه ان الحراق ما خصوش يديباسي 40 عام يعني 40 وانت بجدي بسلام كدق على 80 عام بجدي لا Il a une fois raison, hein. Pour une fois, tu as raison, hein. Vous devez être bouche. Andrhaq, Pajdi. Al Mafroud, Pajdi. Al Nakar, Foul, Tayaba. Afdarak, Mertah, Maoulidatek. Alaniyatan. Vous devez brûler les dialatay, ou gâche qu'à t'ferrage de télévision. كيف يعقل يا بجدي انك تهاجر معنا هكا سرا وخايف وهربان اش غتقول على هذا الكلام يا بابا عبدو يا ابو العجوز يا ابو البنات هيه هذا الكلام عندك فكرني في واحد البرنامج زياده استوديو خنجه تاكي
البوند الاول اباجدي، البوند الاول الا بغيتي تحرق ما خصكش تحرق مع العيالات. اوبجيكسيون. كان طعام يا اخي، كان احتاج في اطار اليوم العالمي للمراه الا مساواه الا جامي. وعلاش جامي يا اخي؟ انا ما كنشوف شي مانع باش المراه حتى هي تشاركنا في هذه الرحله، خصوصا ان المراه بينات تاريخيا انها بحالها بحال الرجل. سي با غي. هذه الهضره الخاويه. سي با غي منين عمرهم كانوا سي با غي؟ سي با غي. سير شوف الباب ديال الشركات تلقى الشباب والشابات واقفين كل شيء تيتسنى يخدم، تيخرج هذاك من الباب حال انت يا البنت الزوينه فيكم تشيل هاد الشيء. ما دخلي تخدمي، ما كاينش مشكل، ما عندكش لاكارت لهنا يكون والديها. دخلي انت ولدي. سير سير نو سير على سير. والله ما خدمتيها بالله. سير عمرها الجنب بابا. باغان يا ودي يا ودي، 40 عام ديال الاستقلال وباقي واحلينها شكون المراه وشكون الراجل. البونت الثاني الا بغيتي تحرق ما تحرقش مع البراحج. اوبجيكسيون. انت شاف انت هاد واحد المتخلف في المكان. اولا يا اخي ما سميتهم شاي البراحج، اسميتهم لي موم لي بتيز انفون، فلذات واكبادنا التي تمشي على الارض، عماد الوطن، رجال الغد، شباب المستقبل. هذه العجينة هذه على الآباء، هذه العجينة هذه على الآباء، هذه العجينة هذه. سنين طويلة وأنا كنتسنى هذه الفرصة باش نحرق. أنا غادي نحرق اللي غادي يحرقني، وتفهمتي ولا لا؟ Thank you.
الله صافي. صافي انا شكون قريش محرومين وكتعرفوا شنو هو الحرمان. ومع ذلك يا اخي مع ذلك باغي تحرموا على شي ناس شي حوايج تحللوها غالكم بوحدكم يا قتلوني يا قتلوني يا سيدي عليه راسو يدليه من البرطو ويشوف اخوه الانسان اش غادي يدير ليه. يا وليدي والله وليدي تا يعرضوا عليك واحد شهر من داك الشهر صحيح وتشوف الاخوه من المعقول دابا جنبو طيفين ما يبطلوا انا اخوان راه التجربه الانسانيه تبتات على ان الانسان عدو ديال خوه الانسان كيقتلو كيعذبو كيستغلو طف 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 ايوا يا عينيكم فيا ايوا قتلوني يا سيدي قتلوني يا خويا هانا الله من كبرت عليها تخينا اسمعوا البنات بالنسبه ليا كلكم بحال بحال الله الله واكواك الحق ظهر الحق وخمسي ورد وزهق الباطل ان الباطل كان طويلا قصيرا ها واحد انسان واحد القلب الطيب عنده الناس كلهم بحال استمع شنو هو طريقه واحده غنزيد على واحد فيكم يلا سياد نحكوا جنابكم جنابكم الله يخليكم البلاد الباب ها انا جاي عندك اول البلاد انا الوالد شويه قد ما خلص ملي كنا وليدي في القيره وانت كنت كثير خلص انا القيره عرفوا خلص ما عم نخلص خلصنا خوك ما عندي شيء ليش بيش شتي غادي نقاولة هنا هارا خويا اسمع عم هارا خويا خلص يا شو بسم الله شو بسم الله خويا بسم الله نعم خويا بسم الله يا خويا انا جاي عندك قلت بعد انا جاي بسم الله خويا انسان وانسان ايه خويا الناس ورجلان ايه كلام كبير كبير ايه عالم يرعى نعم ومتعلم يسعى واش غادي نبقى انا كنسعى انا خلصني خلصني سيدي ما كانش فاهم يقول لي اسمعوا بالله وراتي اسمعوا بالله انا قلت لك خلصني فين كنت نسمعك حتى انا نسمعك واخ بارك لي الصح صافي كون هاني نعم دير معايا التريتات يعني ماكينة الصابون خلصني سيدي ولا ما غاديش اسمعوا سيادنا الله يخليكم من دابا نص ساعة غادي نجيب الفلوكة غادي نوقفوا حدا الباطون المعلوم غادي تنزلوا مشواري عليكم العساسة راه ما غاديش تشوفوكم قطع راس انت وداهز اشنو بين لاعبك انت تحت وتحت وتحت خلصتوها البارح وبقيت
يجيبوا هذا الضوء. كيفاش؟ ثم شكون هادو اللي ما غادي يشوفوناش؟ احنا حنا ولينا هنا ديزوم انفيزيبل ولا؟ كاين واحد فينا هو اللي ما كيتشافش كيتشم؟ ها هو اسي قلت لك ما غادي يشوفوكم، هي ما غادي يشوفوكم. وزيدون انت مالك كتحنز فيا؟ اسمع سيدنا، ملي غتنزلو من البلوكة غادي تطلعو لباطو ونضهرو، غادي تمشيو الكونتونير الاحمر غتلقاو محلول. راه خلص وكاين ها كونتونير واحد اللي احمر محلول. كونتونير واحد اللي احمر محلول، ملي غادي تدخلو غادي يطرق عليكم وما يتحل ان شاء الله تتوصلوا. وشكون اللي غادي يحل علينا ملي نوصلوا؟ اللي سد عليكم هنا هو اللي غادي يحل عليكم الهي ملي توصلوا. يا بوك ساتخشم عليك يا بخاتي يا ولكن شكون قال لنا ملي غادي نوصلوا غادي يتحل شي كونتونير كاع؟ لا تقف لا تقف، هادشي شغلي انا، انا واخد جميع الاحتياطيات. اسمو جميع الاحتياطيات. تبارك الله على سي بوايد. خلص اخويا. وش كنتوما يا اخي؟ ما عرفوش، هذاك هو قدم حراب وراه دابا داير جمعية قدماء الحرابة. خلص الله الموعد. مني تنزلوا سيدي من البطو المسؤولية ديالنا انتهت. ويلا تشدينا في البطو فمك لحسن جلوك لحسنك. إلا تشديتو في البطو ما تعرفونين ما نعرفكم، وفي لساننا كلنا فيهم الله الرضا. اما الا طبقتوا التعليمات ما غاديش تحصلوا. وبالمناسبه انا عاود نذكركم من اللي تكونوا داخل في الكونتونير. راك فكرتينا ديك المره. ولكن الكوكبه ديالكم باقا ما حلطاش. الكوكبه مع من غاديان؟ اولا ما تدوش مع بعضياتكم الا عند الدوره وبشويه الرضا. الى دوينا بلي وليدي ابغيت لك اللقوة. مر عليك الوالد مر عليك. ثانيا جوجي نعسو وجوجي فيقو يحبيو شي حد الى كيشخر او كيهتهت او كيخرخر الليل هذا. ايوا سبحان الله. ثالثا اسمع، راه الى شعلتوه بالليل غادي يبان الشق ديال الكونتونير. حنا غادي نشعلوه بالنهار. شغلكم هذا. رابعا الماكله كلوا حسيمسي. والبوديزه اللي خوات ديال الماء استعملوها انتوما الرضا. خامسا الى شي حد فيكم جاه المال دومير يرد خاطرو وديو معاكم المكة الرضا. هالمكة هالمكة خويا البلاد المكة مكة مكة خويا فيا الخوف الرضا. الميكا خويا سادسا القارو شي قارو الله يعفو عليك الرضا. ما تكملوش خطرة وحدة وما بين القارو والقارو ساعة ساعة. او واش تكون الخوت سايزنتو مالو؟ بغيت نقص من سروالي. ما تخلعش مالك وكان خلعتيني. ما تخافش ما تخافش اخواني، اعتقد ان السجن ارحم. يا انتوما كونوا رجال، راه دوزنا بلا منا على الله كثار من هاد الشيء في كامات كبيره وما عمرنا تخلعنا. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الوليد. ما تخموش ملي تكونوا داخل في الكونتونير.
ثم خموا سيدي مني توصلوا للخارج وتسبعوا فلوس وترجعوا للبلاد وليدي ربيكا ربيكا إخوان الله يهنيكم أشياء أصيب أصيب ماكس أوه ما تكتيشوا فين غادي؟ أوه غادي سيجي الفلوكة والمقادف أش جيب؟ الفلوكة والمقادف الفلوكة والمقادف؟ أيه الرضا يو كيفاش؟ واش درتي فلوسنا في جيبك وباغي تقذفنا هنا يا ودي غاتيقو أشوف غاتيقو في الطراق راه تقدروا ديروا تيختكم في الطراق وما ديروهاش في القنصلية وزمتي واش قلتي؟ اي انت هاد الشغل اللي جاير دير فيه عندك عليه شي فرمسيون والوليد هنا راه كلمة وحدة صافي سبيمن وسبيمن الله يهنيكم كونوا على بالك أنا جاي أجيا نعم مستقبلي بين يديك وكون هاني الله يعطيك الصحة أي أشكي بغيت نمشي لميلانو هات نمشي إن شاء الله بغيت نصابو ريحاتي ندوز واحد العام ولا سبع سنين وانت مجاي داخل تانا لبلادي قلت لك يا وليا في الحدادة مرحبا بعملتنا بالخارج أرى لي عملتنا بالخارج جبد لي عملتنا بالخارج ومشي للدوار مشي للدوار لقاهم فرحانين بيا كلشي مقلص فوق الكوديا الكلاب تزغرت والعيالات تنبح وتعاوي البلاجة واللي لا يحشدها في مطمو ورجع ونوقف طنوبيل ونحل الباب ديال اليسر وننزل نحل ديال اليمين ونهبط طريقاتي ندوو سيمانة في الدوكار سيمانة وانا ساكت عليا بالخيمة والنهار السابع نحل البارز ونجبد الماكن ونكرت الوليد تهبي وعلاش ما تقولش باهم دوبل في ديكابوطار ولا شي كنت مفرقح وغنمشي لهيه وغندبر على شي شهبة بوركوابا الشهبات را تيموتوا على هاد اللون وعن سكت الفام اللي كتحل عليا بنكر عليا فين ما شافو خنشوسي اللي شافني عادل دير ما دار ولد خوك عادل ولد خوك راجل عادل ولد خوك بن الدار عادل ولد خوك جاب طنوبيلة من الخارج عادل ولد خوك دار الطايلة من الخارج عادي شوف ولد خوك عجداه عادي وتشتي ولد خوك ولا عادي تشتي الناس عجدارو عقدوني انا عقدوني بس قول لك يا ولي قول لك ابوستي ما كيش مشكل طب صح سميتك عادي مع الأسف بوشتي أنا سميتي عادي ولكن أتزد في واحد الوقت ما فيه لا عدل ولا إحسان متخلفين متخلفين جدا يا أخي أنا بغيت غير نستقر ويكون عندي واحد دخل مستقر
دير بيه تا انا في دي صالون. صوت 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 رحنا حارقين. فيليكا انا عييت من نظرات الاحتقار في ليزيو دو ميزامي ميزامين مي كوباي مي كوبين. عييت من نظرات العطف والحنان في ليزيو دو مامير اي مون بير. و سافي ليغا جيني ما جو مون في واش كرايا غادي نمشي تا واحد ما يشدني. وهي هي راه ما غادي يشدك تا واحد. ولكن فين غادي؟ غادي نمشي في حالي، غادي نتخبى هنا وغادي نمشي بوحدي. وهات الله يهديك فين غادي. واش عرفتي هذاك؟ مالو؟ هذاك اللي غادي فيه انت. مالو؟ راح طنجة. تما تتينني. جو ديسان لا. اه وي ها. Mais vous savez les gars, coûte que coûte, hein? Coûte que coûte, je m'en vais. Hein? Hey, attends cocotier. Attends, attends, c'est le cocotte. Attends, range cocotier. Moi je dis. باش نقراو. وكيفاش؟ كيفاش شاريهم وديولك وصباح وانت تخطب علينا وطنجة ما عرفتي تقراه؟ شتي هادشي اللي سهلين تقولوا فيه كله غير خواخاوي وتخالف فتخالف. اها ايه باه من اللي هو ابا جدي خوا خاوي وتخالف فتخالف. لاش انت مهاجر معانا في هذا الحلال؟ لا اه انا ما اي شويه عليك جمال. انا ما غاديش على داك الشيء اللي باغي نتوما. ايه ولاش غادي؟ انا غادي ندوي على حقي. حقكم؟ اي وراحت ملحق. فاشتيك الى غيزون ها حقك ابا جدي راه هنا هنا فين كاين حقك ماشي لهي. لا حقي لهي عند الفرنسيس اللي تحاربت معاهم على بلادهم وتبليسيت نوبتين. انا راه بليسي دو كومبان وفي الاخر كيخلصوني. وابا جدي وادو قول لي كي حقك ابا جدي راه مات ومات دو قول مات. دابا ابا جدي كاينين شي ناس اخرين ما يعرفوكش وما يسمعوكش كاع ابا جدي. تا هو امتى مات انا؟ شكون؟ هذا اللي قلتي دابا. دو قول؟ اي ما تموت. شوف ابا جدي ليكن في علمك من مورا نوح عليه السلام بقيت انت. انت اللي باقي. اما راه كل شيء مات ابا جدي. وهذا اللي قلتي مات كاع ما قالوه. فاش غادي يقولها؟ في النشرة الجوية. ياك بلي ما راه كيدوزو الموتى مع الرعدة قد قد. يقولها في النشرة الجوية. اي يا ربي مع من غادي انا؟ لا باش دي لا ما كتقال شي في النشرة الجوية لأنه ماشي تبروري هو.
قالوها في الاذاعه وقالوها في الجورنال، قالوها معات كاينين ناس خرين، ناس ما تعرفهمش اصغر منك ما يسمعوكش ما يعرفوك. انا اللي ما يعرفونيش، علاه انا دوزت معاهم القيره وما يعرفونيش؟ ما يعرفوكش ما يسمعوكش. انا اللي ما يسمعونيش، انا مالي اخويا؟ انا فرنسا نسيبتي اللي نتعرف عليهم. واش دابا بشتي اللي حاولت نفهم انا هو لا بنتا بغيتي تمشي طالب الحكومه الفرنسيه بالتعويضات ديالك؟ اي حيت درت معاهم القيره وبليز انا راه بيسي دو كومبان. والله هذيك بوزتي واش القرايه؟ نعم. واش دابا هاد بوزتي تلقاه كان عابري ميلا وراه مصدع ندم. والله هذيك بوزتي شوف انت غنقول لك كلمه واحده. قول جوج كاع بوزتي ما كاينش. إلا سمحنا ليك وتقنا بيك تكون سميتك عادل بركة. ما عجبتك سبستك؟ هذا اللي كيهضر معاكم راح جوزفتي. أشنا هو؟ واش نكدو باش دايرو؟ جوزفتي؟ أي ما كاينش ما كاينش في الدنيا باش دي جوزفتي. كاينة؟ لا جوزفتي. واش دي كاين سوز اوفيسيي ضابط صف، ما كاينش جوج ديال الاوفيسيي ما كاينش. انصاره في ترانشكات قراوها لينا وقالوا لينا سميتها جوزفتي. واش دي انصاره راه عندهم الحق، راه انت اللي غلط. كاين سوز اوفيسيي وانت سمعتيها جوج؟ لا ما كاينش جوج. لا 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 ما كاينش جوج لوفيسيي. هيا دابا انت غتوريني انت طنجة ما عرفتي تقراها وجاي باغي تقول لي كاع شناه كاع جوزفتي. باش دي الحمام راه كنت فيه غير البارح ورجع تاني اليوم. واسمع وليدي نشرح لك شناه كاع. واخا شرح لي منك نستافدو. اشنا هي اخويا جوج ديال لوفيسي؟ جوزفتي هي هي. اشنا هي كيف قراوها لنا النصارى؟ هي نشرح لي انت كي قراوها لك النصارى. اشرح وليدي ديال جوزفتي. مشكله هنا شرح لي يلا شرح اخويا. جوزفتي هي هي ياش زعما كاينه جوج ديال الفسيانات مخشيين فيا انا. جوج ديال الفسيانات مخشيين فيك انت؟ اي هذه هي جوزفتي. جوج الفسيانات مخشيين فيه هو. تبارك الله على دوبل بريز. الله يتكبر شوية بسيط شوية وبحالي جاميني من هو الولدي أشوك أحيا غاية كيس علم قبيلك انت استزو فيسي قلنا ما كاين بس دابا وليتي اجودان شاف من اين هادشي؟ هيا سامحوا لينا سامحوا لينا عجيب قبيله قلت استاذ اوفيسي وهذه ما عرفتنيش بزاف على جودان شاف يمكن اذا سالت هذه المسرحيه نولي انا وياك في اللوجه تولي لي رئيس دوله. كيس علينا كيس علينا قال لك ما كاينش شنو مخو لا غنسيفتها لوك جودان شاف شنو علاه كتهضر انا
كانش واش انت باغي تسطينا؟ ما كاينش هادشي هذا، ما كاينش هادشي. بقى بسوزو في سير الله يرحمك. ما كاينش ما كاينش. اجي اجي نكونوا الليل. اش غاتقول؟ عندك شي قلم؟ علاش؟ قلت لك واش عندك شي قلم؟ معلوم عندي قلم. ايه معلوم. وعندك وريقة؟ بيان سير. ياك بيان سير. انت اش غادي؟ اش غندير؟ غتمشي لهيل. ايوا وتكتب 100 مرة طنجة طنجة طنجة. اتفركوا انا عندي جوج سميكات مالكي مطربة ملي كنت عند الفرنسي كانوا كيعيطوا لكاع ميس وعي وعند خوتي المغاربة كيعيطوا لكاع ميس عود اشو تنشف والله انت ترفع علينا بالله عرفتي تكايس اسمي تكايس علينا قالك اشو تنشف منين عاوتاني جبتي هادي منين ياك عاد دابا كنتي سوزو في سي وقلتي دابا شارجان انا ما عرفتش قلتي وصلتي لعشرين ولا مازال معاون غادي يا عباد الله غادي معاون تخلي فيه يا ودي خلي الراجل خليه يحلم شويه قضي قضي اشي اش سمك الله قلتي لي مسعود قلت لك يا سيدي سيدي مسعود الحسين نقدم لك جارك سيدي احمد بن ريف يعاودك يا دريم زعما يتعاود لي الدريه خاتو على شي كلام عاودت لي السلوكه ديالي بنت عم انا من قويه وانت سير الدوي وانا كنقول فين جاي انا نفرج فيه ايه نفرج فيك كيف واحد تيلاو الجزء الاول ولا الجزء الثاني يلا شتك في هذيك التلاوه اللي يقولوا لها اقرا اقرا اسميتها اقرا واقرا هو انت طنجه هذيك اللي فيها ديك ديك اللي مصور فيها ذاك يوسف ويفرتك اباه اي وديك الاخرى فيها يا اخواتي جاء الخبر اي وديك الاخرى الثالثه وش اي مصوره معكم ديك الغنايه الزوينه شنو هي يقول رايتها لطيفه تناسبي الحبيبه عباس حفل دفاني حتى الحفل دفاني وسط الحفل دفاني زيدوني
اي قولي ايام الكلام هذا اللي سير يقول لك عليك اي قولي شكون اللي قالوا لي دخلنا عليك والله شكون قالت لك يا جده ما تعرفش جده اسميتها لبنى شبغيتي عندنا؟ مالك انت؟ متخلف واش ما عرفتيش علاش سماوها لبنى؟ علاش؟ كانت كتبيع وتشري في المن يا راجل يا راجل انت طيب زعما بلي اسمي انت ستك اسميتها لبنى انت؟ متخلف ناس صغيرة اللي تنشوفك وي 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 انها طويلة اللي تنشوفك عودتك يا جدك والي عليك قال لي انتم اولاد عاقلة كبيرة انتم لا قال لي ولاد عاقلة ايه هذا انا ولد عاقلة ولد عاقل ولد عاقل ايه هذا انا ولد عاقلة واش من عاقلة هذا ولد عاق اي يا ربي يا عقل على هذا عقل على هذا وقال لي انتم قال لي اكتب التاريخ اي احنا قدام قال لي التاريخ مني جا التاريخ اي جاك تبركم فم قال لي اكتب شفتوا الحرب العالمية؟ العالمية كاينة حرب عالمية أنا ما فات شيء على بومزوي كاينة حرب عالمية ها هاد الشيء اللي سالي نقول فيه رسميتو الشياشة اش كيقول دابا؟ الشياشة لا واحد من الشاشة رسميتو الشياشة تعرفني يا سيدي واسمك اسميتو السياسة يا رجل ايزي اش بينك وبين شي سياسة انا نطير في السياسة ماشي السياسة لان جدودنا قال لك خاصك تحط النقاط فوق الخروف واش هاد معاك غادي بعدين واش غادي بعد وانت كتشوف واش بعد راه نتا عليك انا بعد من مع من غادي مع من تشلي فيه يا ربي واحد يفهم ولا واحد يعلم ايه عاود لك واحد زيزون قال لي اكتب حرف عملية نقول لك الاولى نقول لك السابع عرفت اش هذا غادي تسكت عليا تسكت عليا بعد منا ما كانش سبعة في العمر شتي شي حرف سبعة كمال كوني ما قلت كاين حرف سبعة كمال كوني ليش كاين كاين الأولى والثانية صافي أشنو كاين الأولى والثانية ما كاينش سبعة ما كايناش سبعة ما يمكنش تكون وإلا ما كان نكونوا والديها ليا ولدك هاتف حل ودنيك وتسلط للشعافة قال لي قادم مستوح الحرب كبيرة بلا مارا كنتم ضاربين الجابون مع ولاد حج اش كتقول دابا اش كتقول اش كتقول دابا اش كتخمز علينا اش كتقول ما الجابون ولاد حجو هاد بنتي زعيم ما اش بنتي عندنا اش يا وليدي خليني نعبز تعبر انت ما يتعبر انت ايه انت عدت ما يتعبر انت اخو اخو اعبر يا ياك عالي وعالي
شكا ويدي في المهد تنقص دولتي لينا هنا ستيلو حمر ولا بارد دفت قصة كنان فحديث ما سبق وتعجبتو بزاف تعجبتو بزاف قال ياكتم داضي بشي غيم فيهم شي شجر نقول لك ديال بلوط نقول لك ديال يمينيو نقول لك ديال شينوج ديال شينوج وقال لي قام انك تتهزوا عينكم تتهزوا دوك الجبال وفي دوك الكدا ويبان لك روك هذا كيف قال ملو تسطع عرفت ايش خطير والله تسكت بالله والله ترنا حكمه هذا الراجل يخربز علينا والله انتم حمص هذا غادي يجيب لي لعيب الله واسكت واسكت يا متخلي ومسخت الوالدين وبقيتو تتغوتو تنسوا صحاب الوقت راهم والله صحت والدي تمشي صافي سكتونا صافي ريحه ايه سكت 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 زيد نزم فمكم ايه تالي تطورين لكم من بس كيف الله يهدي وين هذا ما صدعتونا واحد انكم معي والله ما بغى نتحرك ايه تحرطي العام شوف شوف تدرت الخرطه ولا جد الله يلعن بول حرق اللي ما بقاش عنده قيمه ما يبقاش فيه دخلنا عليك بالله انت مصدعنا وهلكنا بوشتي وصدقات غتكون حرب بعضياتنا مالك على حد وزيدون كاع هادوك الناس اللي غادي عندهم هادوك الصغار اللي غادي عندهم هادوك القور زعما غادي يعقلوا عليك والله بجدي ما يعقلوا عليك منين عرفتي بجدي اش غادي يديروا لك كاع انت كاع الا مشيتي غير يشوفوا خمسوسك غادي يعدموه الله يعافيك غير توقف ولا نسيتو كومبا فرخ رخ ما نزلوكش فاشل وفي الاخر اش غادي يديروا لك غادي يكتبوا على قبرك شهيد مجرم حرب بالخط العريض فاشلتي تشوفوك من هيك وبدا يزوروك بالدراهم دخلنا عليك بالله ما فاشلتي دخلنا عليك بالله سميتك بالصح عادي ما عجبك المهم فاشلتي هذوك الله ما يعقلوا عليك ما يعقلوش ما يعقلوش عليك وما يعتبروكش يا بوزدي اش غادي يكتبوا عليك غادي يكتبوا عليك الشاهد مجرم حرب جيه وي شاهد مجرم ينكروك يا بوزدي لا ينكروك غادي ينكروك يا بوزدي وكيف اللي غادي يكتب معاه ما غادي ينكروها حتى هي اربع سنين ديال الجيل العريض المال والدوشي وبالقطاس وبالبارود وبالروبلات وفي الاخر ينكروني ينكروك انا شريت كرتونه انا تولد فيها بنت فيها وليش بنتي فيها بنت فيها والدين وما عندكش والديكم كان سنه الحرام عليه ديال الفيزا باش نمشي وفي الاخر نبقى مايت تما ونشد الشميش وفي الاخر يقول لك سير بحال هكاك الكلب الكلب الى شي نهار حليتي فيه وعطيتيه الشد ديال الخبز كيبقى عاقل عليه وهاد بلادي كيبول ذكروني في ليله وحده الجدرون القانعون وتالي بغي عدك تالي بغي عدك أنت يا سي محمد وتبان لي هديك الدغمة ديال الخبز من عينيه ونعز الشيطان وتفكر الموت أحياني على الموت الموت اللي تحت ما بقى باغي تفكرها استغفر الله أنا
صبرني انا على الموت، انا اللي فايت ميت. خلاص اكيد هذا موال السقراط هو الرجل بيع صحته كلها حار بليسي دو كومبا وفي الاخر نكروه في الفيزا. عرفنا هذاك الانسان واخوه الانسان واننا سنعمل على اقوى نبدا الهضره هذو. الله يهديه، شوف هاي الحقيقه هاي قدام. والله العظيم لهاد النصارى هادو صبر اليوم يا ودي يا ودي يا دري ولد عمي يا ودي يا دري ولد عمي يا ودي خالي حمامة على شي كلام قالتو لي الحاجة بنت بريزيل قال لك بكري هي عندنا في ولاد موزين بكري قال لك كانت واحد الحرب بين الفرنسيس والفرنخيخ ما تعقلش ما تعقلش ديك الساعة انت كنت مشدود يلقاو عندك سمسي قال لي كانت واحد الحرب كبيرة يوم نسى لك حرب جا الفرنسيس من فرنسا ثلاث بوار عندنا قول ما جا في البابور وفي ليك الفلوكة الأخرى ربطوا عاد النادر نزلوا جمعوا المغاربة كلهم اللي كانين في الدبار هاوداهم اداهم ليلي الخريف يعاونوهم في داكشي ديال البني. دابا الفرنسيس يبنيو الموبل والمغاربة يركبوا ليه السنسول هادوك يبنيو الموبل والاخرين يديروا فيه السنسول يصوبوا ليهم داكشي ديال هذاكشي اللي كيشط من الحرب اسمه ديشي هذا المخلفات المخلفات يا بليد المخلفات هذو المخلفات ديال الحرب على كان هذا قاري رانا صبريون يا وش المغاربة بلا منا على الله وكيشتي حنا المغاربة حنان ونبغوا الخدمة بالنية شاو قفزوا المغاربة وبداو يحفروا في الفيران فيران والغرب اللي جاي تحفر ماشي الفاضي الغيران كيحفروا الفيران يا سيدي انا بغيت نعرف غير حاجه واحده علاش غادي انت اش باغي ديك الشركه علاش غادي ايه غادي نفوق وجهي طجيل طجيل اسيدي اسميتهم الفيران الفيران الغار الفيران الغار واخا خويا شكون كيدخل الغار الفار وتيك شويه عامل غادي انا فين ما كاين شي غار قفلوه هاو ملي سالاو جبدوا الجعب وطاحوا يسرحوا بالجماجيم والمناجم الجماجيم والمنجم والمناجم والمنجم يا عبد الله المنجم يا خلق الله اسميتو المنجم وكلت عليك لا اله الا الله المنجم اسمي المنجم يا سير هنا يا سير تدير في قوسها كمان يا سير حبس عليها حبس عليها انت متفرق ابو عويدة ويعود لي واحد المجحوم كان شمعة قال لك يا سيدي دخلوا لفرنسا في الليل دخلوا لفرنسا مع ديك تسعود هيا شنو هيا عندنا احنا نقول لك العصر نقول لك الفجر دخلوا مع تسعود لقاو فرنسا كلها ظلمة لقاو فرنسا مظلمة قول علاش علاش عاودت لك شي عندنا وزادوا عليهم فرنسا في الضوء داروا الإضراب كلهم الفرنسيس كلهم ماشي بحال هادو عندنا حنا زادوا عليهم مشاو يخيبوا في البلاد مشاو يشمشوا ظهرهم في شهر 8 باش يوجدوا شهر 10 فرانسيس مني قديتوا ولادكم وقريتوا ولادكم تليفونينا باغي تقرا لا باغي تزوج لا باغي تخدم لا
هاد الكور ما كيعرفو غير الله يعقلبوهم اللوا. ولكن انا ما غاديش نسكت ليهم، ما غاديش نسكت ليهم نهائيا. اش غادي دير باش تزيد؟ غادي نمشي لذاك القبر ديال الجندي المجهول ها ونجري على ابوه. باي دي معاك زوج ديال الشمعات حطهم لي عند راسك. اي وقول لي غير عليا غير والو المخنا الكشمير. يا سير تقشم عليا، يا سير تقشم عليا نص نهار نص نهار وانا كانت صنت لك اول كلب انت سير تقشم عليا. صافي يا صاحبي صافي، والراجل دابا بالدباب بدا تفلى عليه. ما تقفلني يسحب لي الانزو. يا سير هاد يا سير هاد. اه يا فرشي صافي قال توفرش الله يحسن عمر بالله. ما راح نزحم يا اخواني جاع المطر. هو 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 كان معايا القسم رأيتها فتيكا حقاتي. انت بعدا غتبقى دائما المتخلف. اسمعوا يا الاخوان شوفوا، انا بشتي نظري انهم الى بغاو يرتاحوا خصهم يلقاو معانا شي حل. السي واخبار بلي النواوي صنع جميع القرارات الا افريقيا لا. راه هذا الشيء علاش كنت انهم يجلسوا معنا ويدوروا معنا على الطبله ونعاودوا العزله ما الاول. واش من العزله وراهم حيطونا بلا سالف زعما لا قاعدين تشدونا في الخنزيرات. الخنزيرات اسميتهم الخزيرات. اجي قول لك واطري ولد عمي العام اللي فات بغى يحرق شدوه جيت لاسكو باسي بعد منه بعد منه قال انا سكو باس من كمران من كمران توسا بلوان. يلا ما عدنا اليوم
صافي خليتي الباريات ويا لا فكرتيني عبد الحار ديالك في كوسلوفاكيا. اسكت اسكت اش داك الشي حاط نتا اسكت قلت لك اوليدي ايه عاودتي انا ما كاين ما يلزمني ملي كنا في الكهنة كنت في واحد فرنسي مع واحد فرنساوي اي سميتو مسيو بيريز. وانت كان هاد بيريز اي يا ودي بيريز يا ودي كتعرف انت بيريز يا ودي قال لي ولد عمي شوية ملي كنا في الكهنة دخل علينا الالمان ودا القرطاس الحافظ له شوية وهجات بالك ولا لدى الغوت نطو تلك الغوت اوه يا بني البعثة اوه سيدنا بني البعثة ولا لك يا بني البعثة وهو النور شكور بني البعثة ولا نسيوك بيلي الله يسولني شكون مولاي بعصا لا هذه ما فيهاش ما فيهاش ولا ما فيهاش مزيان قرب لي راه ما فيهاش ما فيهاش سولني النصراني قال لي ميت سويعي لا فيهاش وي قلت لي هذا وي قال لي هو كيس كيليا مولاي البعث حيت هو ما فهمها ما فهمها عرفتي شكون ما عرفتي شكون مسيو بيري ما تعرفش شكون جاوبتو هاي هاي ديما بدا من اليمن عندك مولي سايدو ولا نقول لي مولاي بوحدك عاود تمشي بخيري هي الراسيون ديالك ديال الماكله زعما المنفوده المنفوده اي الراسيون ديال الماكله ايه اه اللي كان داك المساري يقطع لي الراسيون ديالو الله 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 من الصباح حتى تهنطق علينا انا كنا نديرو راسي العشاء قالك وراه هذاك الشيء فاش حادقين هنا حادقين هاد القوانين كازي انت بجدي بقى بينك وبين الموت اصبر قربتي وباقي ديك القوالب البشري حقا واحد القنبوله جات وقفات وما تحركاتش او لي دو كوموند مو هذا ما سكمتيهاش اصبر قنبوله أقول لي في الصحارة دوس أنا ضرورة متخليف هذا متخليف قول لي يا مولي باي نسيب لك أكيد ما نسيبش عدت شوية ديالي رامبر سوريكس أمضيني هوليدي يكون تهنا ولا بومادة بقيت فيه بحالك من قبيلة
كانت تعاوني على باريس دارت باريس درت في باريس خاصم جيتها وباريس هادشي بزاف على الحرب علاش انتي ما تمشيش عند شي فقير ويشوف لك هيسك الحرب ويقول لك شنو واقع بينك وبين باريس ويعطيك واحد الجديول ديرو جيبك ودوز على العطار شري واحد شويه ديال الموسيقى شوما ودي السي مسعود العام اللي جاي ديالكم سيرين تناتفوا علاش علاش ودي النهار اللي جاي ديالكم تناتفوا علاش وليدي لا تفهم فيها والو دابا حنا في طرامشي كان شي فقير كان شي عطار ديك السلافه اللي غادي نبداو نزمو فيها راه كانت عامره باش مشغوله باش كان فيها البلبوله اسمعوا بلاتي ما تنساوش راه يمكن تبقاو في الكونتور 4 ايام حتى الخلفيات يلا اخويا سيدي بحال المالية هضره اه اه كلم ليا كريسون سيدي طلع الفلوكه قال لك كريسون عندي كريسون سيدي كاوري يلا عام فلوس طيب سولنا كاوري سولنا فلوس قول لك وهاد السميه ديالك عندك في الحاله المدنيه passarella e da passarella e ci vai vai ci rimane ci disse vai a destra e ci manna e ci vai sì a destra mamma mia ma che sei duro la testa ma scusa per favore ma dirvi a morzuccar e quello vai a destra capito sì sì vai a destra sì a capire l'arabo capisci l'arabo sì e ci vai non manna dai sì. Allora intanto è scappi tecchi parte che lo aiutavo أنا أقول لك كابيشي فرانشيزي؟ سي فاتالو كابيشي إيطاليانو؟ سي ما فاي ميا كابيش سكوزا كابيشي كازابلانكيزي؟ سي وقلب على أخوك أنا مي وكابيشي سولو كازابلانكيزي وكابيشي يكونوا دابا مشاو تهنينا الاقوى ان شاء الله هنينا صافي صافي اختا دراري راس الدوله كاب ومشاو وابو البدر راه معاك داوي مشاو ومشاو الفهد الوردي مشاو هيا راه خصنا نردوا البال مره خصنا نبهولوا
ونشوفوا واش ما جاي حد باش غادي نبهونا. الى عولت عليا انا نبهون لك شي حاجه الله عليك. انا يلا كنبهون هاد شويه ديال الخطوط هذيك انا نشوف اش كاين. اخوان كل جاب معاه الفرماج كل عنده الفرماج. اهيا ما تقولوش ليا كاينه شي جيفه مي دخلتك شعلوا الضوء عيبر راني باقي. وهنا فين كاين ثاني اكسيد الصوديوم مي كمالات تو سامبلمون. قاعده قاعده ابلافر انا دوك الفلاكه هائل عجيب 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 هائل. دير هنا 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 فين هنا هنا هاد الشدادة هنا حتى انا شويه ولدي حتى انا شويه حتى انا ولدي هائل عجيب. هاد اش من نوع ديال البارفان هذا؟ ريحته زينه. هائل عجيب. لا اش من نوع ديال البارفان هذا؟ ريحته زينه. هذاك ماشي بارفان. لا هذاك ميلانج. وميلانج ميلانج تعرف ميلانج ديالاش؟ ديال البارفان. ارى ذاك الميلانج ديال البارفان ها هو بس عليا الميلونج عاد لحقات لي ريحتو. تاع اش هاد الميلونج؟ ميلونج تاع الغاز. اش؟ تاع الحرقوس. اش؟ علاش؟ اي ريحتو زينه. اش منك؟ زيد. ها هو نزيد شويه ريحتو زينه. وزيد خلى علينا اش؟ ايوا. واش بغيت تقتلني انا اسفكسي ولا؟ لا تقربش ليا البومبا ديالي. ايوا حيد هذيك غادي تقتلها. الله يخليك. وريحه عند سخط الوالدين راه تغرقونا. راني غادي غرقنا. واه انتوما اللي مجوقين عليا انا دير كسيدو. شتات قاصر هادو شاريهم جداد السكيته ديالهم. والله ودي الجماعه بكثرة النقالي فيا في الدبار مسميني الحاج النقيقي. الحمام نمشي ليه مرة واحدة في العام وقول الله أعلم. وأقول بتاك تيم رقاد أش من قاوة عادي داش غدير أتسمع لي هاد الله شاكر وأدير فيهم هاد الله ناكر ولا غادي نضحك خويا. يا ودي خليني عليك خليني رانا مديهم خليني. واسمع انا راه ماشي غنهجروا لك انا راه غادي نفتح لك حنكك حتى يبان ودراس ونصيفط خويا يخيط. اش نخيط؟ ما باغي نخيط والو. انا ايه قول لي قول لي ترجم ترجم. اش يخيط؟ اكثر من هاد التخييط انا مخيط. وزايدوني الا بغا يخيط كيخصو الثوب الممتاز باش يخيط. فاين هو الثوب الممتاز؟ والثوب الممتاز كاين تما. ما الثوب الممتاز بجدي راه دوينا على الثوب الممتاز. تا هذا ثوب جيد. هاد الخمشه جيده. تا نود هات راه مسيني فيها هتلر. هتلر انا كندوي معاه على الثوب وعلى الخياط الممتاز. والخياط الممتاز دائما كتوجدوا له فهمتي. اوروبا فين كاين الخياطه خليه تيمشي ويخيط اش بغيتي عنده. انا راه ما كنهضرش عباد الله على الخياطه ديال الثوم. على جلال انا كنهضر على الخياطه ديال الحناك. اه انا غادي نصيفطو يخيط حنكو حيت غنفتحوا ليه يخيطو في السبيطار فهمتي. ولا نفتح لك حنكك دابا ونصيفطك تخيط معاه. واش فهمتي ولا لا؟ اجايا واش غادي تخلي هذا أدخينا هذا يبدا يفهم فينا هنا واحد بواحد ولا فهم لي اش كيقول؟ قال لك الخياطه ديالي هارليم هو كيدوي على الخياطه فهم الاول هذا ما بغيتش نخيط انا. دوك الفرارج المفرطسه
رانا خايف عليكم غتبقاو تهرشوا وتفضحوا معاكم هاد الليله مع هاد القول. دابا انت تسكت انت تعيا وملي الدوي ما الدوي غير على الفضيحه. باغينا دابا انت نفضحوه هنا دابا ولا زعما راه عنده الصح هاد الراجل؟ الا بغيتينا هاد الراجل عنده الصح فهاد الا بغيتينا نفضحو نفضحو حيت خاصو يفكرنا فكرنا باش ما نساوش روسنا واخا وسط هاد الكونتونيت. واش فهمتي؟ فهمت اخويا. راه عباد الله انا راه غادي نبدا نفتح الحنان كندا. فهمت صافي صافي. فهمني يا اخويا. دخلنا عليك عباداك النور اللي في وجهك غير ما خلينا عليك يا ودي اسمع. اي السيري انت مي خلو تما انتوما اللي حاطين لي مشكيطه وانا ناجح في الشهاده. باز سيدي والله الا باز باز بعدا والله الا باز هالراس ديون ديالي مزيان عندي سير عايز عليك هالهيه. دابا انتوما مفتوح عليكم الشهيه وسط هاد البوكي دو فلوريات. دابا انت مفتوح عليك الشهيه ابانا وباهم سيدنا سليمان عليه السلام. والماكله راه يتحط عليها السلاح. سلاح؟ اي دابا حنا ملي نكونوا في ترانشي النهار الزين عندنا هو اللي تحط فيه الماكله ويكون جاي العدو قصدنا. والله ما عندي وافي نخليه يضرب كيف ما بغى. العدو؟ اي وانت مولاي الخير انت مفتوح عليك الشهيه ياك وعلاه ماوشي راه البحر يجوعو. وانت ابو البدر وابو البدر اشنو هادشي اللي مربينا قنبولة هنا وقنبولة هنا ديال اش هاديك الماكينة ديال الطحين هادي الماكينة ديال الطحين اش كطحن تبارك الله بالسلامة والعافية كطحن هذاك الشيء اش كدير والطفل مخير ديدي انت اهلا اين الطراق؟ الطراق اللي ركبنا الفلوكة فين الطراق؟ فين هو بقى في المغرب فين هو؟ بقى في المغرب؟ ايه كليتو الطراق؟ اشنو؟ اجرين الطراق هادو كليتو الطراق؟ اش من فين الطراق؟ دي كانيبال كتاكلو بلاد سبقو بلاد كلاهم طراق شدو غادي يفضحنا كياكلو الطراق دي كانيبال وكلت عليكم الله وكلت عليكم الله الواحد وحده هو اللي ياخذ فيكم الحق دي كانيبال بحطك بحطك بنادم ترى لي المورتو ديالي ليش بك دي كانيبال وانا لقي العتوبه انا رجال ترى لي المورتو ديالي انا ما نسمع معكم غادي مع وكالي البنات وكتاكل فيها عباد صاح كياكل في التراب عباد صاح كتاكلو في نادم عباد صاح عباد صاح عباد صاح عباد صاح وليدي الله يطول قلبك واحد طيبه وسيرت النهار الجمعه ان شاء الله الرحمن لا ابغيتك تذوقني من ايش؟ وذوقني ها من شويه ديال الكيكس وليش بغيتي؟ بغيت انا نحلي سناني يا والله لا تقطيني يا سير يا سير سير تحفظ في طنجة ياو ديال القراية ياو شوفوا الآداب انت قاريتك طمع لقاء في الكرسي اللي باغي انا ما عمل كيه هضر هذا الأخ
معك معلوم يا أخي، شيء طبيعي تقول هذا الكلام لأن مشاكلي أنا وقراني انت عمرك ما شفتيها ولا عشتيها كاع. ومعام معام غادي نعيشها ابن سكوبي دولا. ها نعيشها مع العليوات. انا شنو عليوات؟ انا عليوات. اي واباسكو انا عليوات. واباسكو والله نحسومه. شوف ولدي خليه وانت تعيرو دابا هنا. انا عليوات ما بلا ما نجي راهي البطله راه تغوتو غادي يسمعونا. وانا عليوات. انت ماشي عليوات. وانا عليوات. وصافي راجل كبير عليوات. انا عليوات. اي والله يديك باجتي وياخذ ليا الكرسي. وما كاين باز يا صافي الله يحمد. لا يا غيزون يا تو تافي غيزون. صافي نو تو يا غيزون انت تو تافي غيزون. انا عليوات. انا عليوات. اش قال لك خيزو؟ انا عليوات. الله يديك عندك حق يا ودابا غندخلو نتخاصمو هنا يا عيبات. تي يا غيزون عندك الحق عندك الحق تقول لي عريوات مي تي سي ها مون فيو الا كنت عريوات راه بتربيتكم انتوما اللي رديتونا نكونوا عريوات الا كنت عريوات راه بجيلكم انتوما اللي خططتوا لنا هذا الطريق وقلتوا لنا كونوا فيها عريوات. النقوة في اليدين ان شاء الله. زرعتم فحصدنا وهانتوما تاني زرعتم فحصدنا. ولي وانت اش خصدنا بسخوت ولي دابا يسمعني القلب نعود نخلص في هذا الشيء كله. سقرا قول لك شوية انا ما نكلم اقول راه غادي نتعب جي با فان راه ما عارفينش شحال غادي نلقاو في هاد الكونتونير كول جي با فان جو نبي با نعرف ديك كانيبال اش بغيتي جيلنا يدير ليكم ابن سكوبي دولا ياك وكلناكم شربناكم قريناكم كسيناكم ختناكم خرجنا لكم المستعمير من البلاد ردينا لكم العز من البلاد اش بغيتو اكثر من هذا الشيء وابسطي ودابا راه هو هضر معاك اجليا انت طلعتيه وعهضرك مالك على هاد اللبقة مالك ابسطي مالك انا هضرو تبركوا علينا درنا عليكم درنا كاش درتو لينا كاع قريناكم واش قريتونا ولكن ما خدمتوناش ايه ومالي انا خويا قالوا لك انايا بيرو بلاسما وين فوت الوالدين كاع الكلمه اللي عارفو غيصب فيها ما تقولهاش بيتي عندنا وداش بك داش بك واخا بجدي كاينة كلمة أخرى اللي قلت ليه هو أجرينا عليك مع المستعمر كنشكروكم خرجتوني من المستعمر هذا شرف كبير وحررتوا البلاد ولكن خليتوا شي وحدين هلكوا لينا البلاد يا ودي يا مول الزري عاد تتع اعتقالك انا ماشي عريوات 35 سنة في عمري 35 سنة في عمري 18 سنة كلها معرفة وعلم تجي انت تقول لي يا عريوات ما عندك الحق عريوات انا عريوات حيت قبلت نخرج مع النوم بقى
بريميتيف. شفتي عليه؟ سيري عين فيا بالسبانيوليا. والسيد جا الجوع قال لك بغا شنيتيتيف. بجدي هاد الراجل ما عايركش، هاد الراجل تيقول لك الانسان القديم، واش فهمتي ولا لا؟ تاج دخل ما يهضر عايرك، تاج دخل في هادشي يا بسخوتوي. صافي 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 ماشي مشكل ماشي مشكل. واش سمعت؟ جي بابا او جي بابا. انا راه كاع ما جبدتو، راه هو اللي جبدني. بسطي الله يرحم والديك، انت مول العقل وتقدر دابا كاع تدخل عليه سلم عليه ما كاين مشكل. حنا راه خوت بعضياتنا وحنا لقينا المصير في هاد الكونتونير، انسلكوا بعضياتنا تنمشي. وراه كاع ما جبدتو واش دابا؟ حيت انا عارفك انت مول العقل يا بسطي. وتقلق عليك يا تقلق. صافي يا بسطي هو راه باقي صغير راك عارف. هيدا ناجي وندخل عليه حيد سرقه. زيد اودي زيد حيد ندخل عليه حيد هاتي حيد خليه كيس كيس نحنا يدافع عليه. سرقرايا سبا قرافة سرقرايا ماشي مشكل. قلقتيو وصافي تنفو لابي صافي صافي ماشي مشكل. هو مقلق دابا ايه اللي قالها دوز وتبقى بلا ماكله كولها ولي جي بابا وكلها صدق راهي الله يهديك. ما باغيش ناكل ناكل بنادم ديك كانيبال. ما باغيش تاكل ما فياش الجوع. ولا جيت عليا وليدي الهلا يطيحوا لوالديك في مسار. ياك ياك هاني دوز سالوباغ ياك دابا سيري. اش بغيتي؟ اللي بغيتي بغيتو تاني. اش بغيتي اش بغيتي؟ تاتا اش دابا؟ شنو بغيتي عندي؟ اش بغيتي؟ اسير بحال اش بغيتي انت؟ اش علاش؟ علاش سير بزاف انا عيب باغي الدار معاك. يلا واش ثاني الدار اش بغيتي؟ بحال كوني سير بعد من اش بغيتي؟ راه خفت يعيبوا عليا الناس يشوفوني مضارب معاك ويقولوا لي حشومه عليك تحاميتي عليه. وانا انا راني محترمك غير على وجهي دوك الله يرحمك. شوف اوليدي غزل لي عين الصبع نحرش عليه والله يا حشومه بالله شتي هذا والله العظيم ونمشي تنضربو ضربه وحده يا يحلو بها كاع الطبع.